أسعد الله أوقاتكم، أحييكم وأدعوكم للتواصل معنا عبر حلقة جديدة من برنامج فضاءات. ضيفتنا لهذه الحلقة الكاتبة والفنانة التشكيلية الفلسطينية مريم المصري. تابعوا حوارنا مع ضيفتنا لهذه الحلقة، ولكن بعد أن نتابع فقرات البرنامج التي نبدأها بجولة في رحاب القصيد. عطش الفرات عطش الفرات وما عجبت لذاك، هل جف دمعك أم سلوت مداك؟ عطش الفرات وما عجبت لذاك، هل جف دمعك أم سلوت مداك؟ انظر لركب النازحين بخيمة سلبوا فؤاد الشعر فوق ثراك. لا تعتذر لا تعتذر كالناي ترقب دمعنا، وأنين ذاك الخوف زاد شقاك. يا أيها الخابور عد لديارنا، يا أيها الخابور عد لديارنا، واسكب بعين القدس بحر نداك، واسأل بقافلة الرحيل خيولها، وارمق بذاك الدرب طيف هواك، واعزف لتلك الأم صوت صغيرها، واعزف لتلك الأم صوت صغيرها، واسكب حنين الماء في علياك. لا تسأل المكلوم عن أشلائه، أنزل بباب الله كل عراك. لا تسأل المكلوم عن أشلائه، أنزل بباب الله كل عراك. بعد أن عدنا من جولتنا في رحاب القصيد، أدعوكم الآن إلى جولة في رحاب الكتاب وفقرة هذا كتابي. أنا الدكتور أحمد الرماوي، شاعر مؤرخ سياسي في مجال الشعر. صدر لي 15 ديوانا، وهذا هو الديوان الأخير بعنوان فلننزع الدولة. وهذا الديوان يتضمن 14 قصيدة. القصيدة الأولى بعنوان أيقونة البوح، وأيقونة البوح أعني بها شهيدة الكلمة شيرين أبو عاقلي. أقول في مطلعها: ذات يوم عابس عاد عقيم، في مخيمنا المحاصر في جنين، عم في الأرجاء إنباء أليم، زهرة الإعلام جندلها لعين، علج أفيم، أو إذا ما شئت شيطان الرجيم، رج أوصال الصحافة أطبق الظلم البهيم، راعه الإخبار بالصوت الرخيم، راعه النطق العليم، شاهدوا تابوتها فاستشعروا الألواح في تابوت عهدهم القديم. قصيدة طويلة ولا داعي للاستمرار. القصيدة التالية تتعلق بعنوان لله درك يا علم، وهذه القصيدة أيضا متعلقة بجنازة الشهيدة شيرين أبو عاقلي، حيث ما أن خرجت من المستشفى بتابوتها حتى داهمتها قوات الاحتلال بوحشية، ونزعت العلم الفلسطيني الذي كان ملفوفا على التابوت وألقت به أرضا، فانبثقت هذه القصيدة. أقول في مطلعها: رمز على أعلى القمم يطوي بطلعته الألم، رمز تحلى بالمبادئ بالرؤى، رمز تجلى بالقيم، رمز تزين بالحكم. قصيدة أيضا طويلة ولا أريد أن ألقي كامل النص، وأكتفي بالمقدمة بالمطلع فقط. القصيدة الثالثة بعنوان الشانئ الأبتر، وهي موجهة إلى متصهين عربي تهجم على المرابطين في المسجد الأقصى، وطالب إسرائيل بتحرير الأقصى منهم. فزمجرت هذه القصيدة التي مطلعها: لله در الشعب في أرض الرباط،
سر الفدا بالله ناط بحكمة الباري محاط يسمو على جرح الشقاق يقض أعناك النفاق هو المناط ببارقات النصر حاط ما همه من شانئ أبتر يصف المرابط أنه أزعر متسلح بالبلطجية ماسون من أوكاره قد أخرجه صهيون من أحقاده في دربه قد حوجه حاخامه قد توجه من رتبة لرتبة في محفل الفرسان سرا ترجه. ولا أريد أن أكمل لأنها أيضا طويلة وأكتفي بهذا القدر لأنتقل إلى القصيدة التالية وهي بعنوان هذا زمان الفرز. وأوحى لي بهذه القصيدة عضو المجلس المركزي الدكتور فيصل أبو شهلة عندما قرأت عليه قصيدة الشانئ الأبتر فقال لي لا عليك هذا هو زمان الفرز. فقلت له إنه مقدمة لمطلع قصيدة سأوافيك بها لاحقا. فكانت هذه القصيدة أقول فيها هذا زمان الفرز عند العجز تنطلق الخفافيش الغبية في فضاء العوز ظنا أن أغشية الأصابع أجنحة يختال وطواط بسوق الهمز يستلقي على وقع الخديعة برغش وعلى جناح الذل يهتف يا له ما أنجح فيصيح جرذان حقير يا له ما أنجع. قصيدة أيضا طويلة وأكتفي بهذا القدر وأتمنى لكم سماعا وقراءة ممتعة وبارك الله فيكم. الآن أدعوكم إلى فقرة الخط العربي. اليوم نتكلم عن الخط العربي. بدي أحاول أكتب حرف الألف وهو من الأحرف الصعبة جدا وكتابته ليست بالسهلة. فإذا ضبطت حرف الألف أنت ضبطت جميع الأحرف وبكل أنواع الخط. فبدي أحاول أكتب الحرف الألف الآن بقصبة شوي كبيرة حتى يظهر. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه ألف الرقعة وهي تقاس بالنقاط 3 نقاط لألف الرقعة. طبعا حرف خط الرقعة هو من الخطوط السهلة الممتنعة ولكن هو من الخطوط الجميلة جدا وهو بداية التعليم لأي تلميذ حابب يتعلم الخط العربي. نأتي إلى حرف النسخ. هو من 5 نقاط وبميلان نصف نقطة إلى اليسار. نأتي إلى حرف الألف برضو بخط الثلث. خط الثلث طبعا من الخطوط الجميلة والصعبة. ويتألف من 7 نقاط. طبعا حرف الثلث له تاج تقريبا بارتفاع نقطتين. طبعا في عنا حروف اخرى الديواني التعليق جلد ديواني. ف
في خطوط الكوفي طبعا هذه أنواع عديدة جدا تقريبا حوالي 64 نوع، وهو خط قديم جدا. بداية الخطوط هو خط الكوفي، ثم أصبحت الخطوط الأخرى واللي بنتعامل فيها يوميا، وغالبا هم الرقعة والنسخ والثلث، وخاصة النسخ لأنه نسخت جميع الصحف القرآن أقصد يعني بخط النسخ، وقليل منها كان كتب خطوط أخرى، لكن اعتمد خط النسخ القرآني ولغاية الآن. يعني خط الثلث هو خط اللوحات وبعض العناوين للكتب، ومن الخطوط برضو الصعبة وليس بالسهل، لكن جماليته فائقة جدا، من الخطوط الرائعة ومطواع في التركيب. الخطوط الأخرى يعني تركيبها مش زي الثلث، الثلث هو الخط الرائع، اللوحات، العناوين، عناوين الكتب، وكان يستعمل أيضا بالمحلات التجارية قديما، ولكن الآن لم أصبحت الخطوط كلها تجارية يعني الناحية التجارية فقط ولكن ليست جمالية. أهلا بكم من جديد في فضاءات جديدة. ضيفتي لهذه الحلقة الكاتبة والفنانة التشكيلية الفلسطينية مريم المصري، فاسمحوا لي أن أرحب بضيفتي. أهلا وسهلا بك مريم المصري، ضيفة عزيزة على فضاءات وقناة الرافدين. أهلا وسهلا بكم وكل الشكر لقناتكم على استضافتي لهذا اليوم. أهلا وسهلا، يا مرحبا، فرصة سعيدة. كتابك جماليات الفن التشكيلي في الخطاب الأدبي الشعري والسردي في العصر الحديث، يعني كيف نفهم هذه التوليفة؟ يعني هل اقتصرت على تضافر الإيحاءات لوحة الغلاف مع مضمون النص الشعري أو السردي، أم أنها إشارة إلى قدرة النص على حمل مدلولات تشكيلية طي حروفه، والعكس أيضا، اللوحة أيضا ممكن أن تحمل طي ألوانها مدلول شعري أو سردي؟ طبعا الكتاب جماليات الفن التشكيلي في الخطاب الأدبي الشعري والسردي، لابد بداية من العنوان، أن العنوان يحمل حمولة دلالية مكثفة في تعالق الفنون ما بين الفن التشكيلي والخطاب الأدبي، سواء كان شعرا أم سردا، رواية أم سيرة ذاتية أم سيرة روائية. إذا تطلعت إلى هذا العنوان درست فيه علاقة اللوحة التشكيلية بهذا العمل الشعري والسردي من ناحية دلالية، واتبعت المنهج السيميائي. كيف ذلك؟ أنا أدرس اللوحة التشكيلية، بعض الفنانين ودور النشر يقومون بتوظيف لوحة الغلاف على أعمالهم الأدبية، نعم، أو من الممكن أن تكون صفحة الغلاف أو اللوحة التشكيلية، هذه اللوحة التشكيلية موظفة داخل العمل الأدبي الشعري والسردي. كيف ذلك؟ من خلال الكلام ومن خلال المصطلحات، هذه المصطلحات تكون رمزا، هذا الرمز يكون يتعلق مع من؟ مع اللوحة التشكيلية الذي وظفها الفنان المعين أو الشاعر المعين. ومن الممكن العكس، كيف ذلك؟ لدي قصيدة معينة، كقصيدة سجل أنا عربي لمحمود درويش، قام فنان معين برؤية هذه القصيدة وحولها وترجمها عن طريق لوحة تشكيلية. إذن أنا لدي هنا علاقة دلالية بين الكلمات وبين الألوان والحروف من خلال الرمز، سواء كان الرمز مغلفا في القصيدة أو موجود في داخل القصيدة والعمل السردي، أو كان هذا الرمز على اللوحة التشكيلية من خلال الألوان. إذن جميل، إذن هذا أنا ما ذهبت إليه، أنه أنت تتحدثين بشكل عام بشكل مطلق
عن أن النص الشعري أو النص السردي يحمل في طياته إيحاءات تشكيلية، والعكس أيضا. نعم. أنه اللوحة تحمل في طياتها، في ألوانها، تعبيراتها، أيضا تحمل مدلولات سردية وشعرية، وهذا ما توافق مع بعض الشعراء وبعض الرسامين. يعني هناك توافق، وهناك لوحات يعني أوحت للشعراء قصائد، والعكس، قصيدة تحولت فيما بعد إلى عمل تشكيلي من قبل بعض الفنانين. جميل. التأمل في أعماق وأفضية الفن التشكيلي بمعية البحث في النص الأدبي وتفكيك رموزي يحتاج إلى باحث متعمق في كلا الإبداعين، وناقد يعني سبر أغوار الخطاب الأدبي واستوعب رمزية الفن التشكيلي. يعني أنت كيف اشتغلتي على هذا الأمر؟ أقول لك بداية أن الأعمال الأدبية التي اخترتها في هذا الكتاب فريدة وصعب الحصول عليها، لأن ليس كل كاتب معين استطاع أن يوظف اللوحة التشكيلية داخل عمله الأدبي. نعم. يعني أنا أقرأ بعض الروايات قد لا تكون هناك لوحة تشكيلية يعني في داخل العمل الأدبي، لكن بعض الكتاب قام والشعراء قام بتوظيف اللوحة التشكيلية. ليس كل ناقد يستطيع الوصول إلى هذه المرحلة أن يتخيل أن هناك لوحة تشكيلية داخل هذه الأسطر. يعني أنا من خلال قراءتي يحتاج إلى طبعا ناقد كبير لديه خبرة ومعرفة في هذا الفن وفي هذه اللوحات لكي يستطيع ربطها مع الخطاب الأدبي والشعري والسردي. نعم، على سبيل المثال لوحة الجرنيكا وهي لوحة عالمية للفنان بيكاسو، استطاع الكثير من الأدباء أن يكتبوا في هذه اللوحة. كيف ذلك؟ لدي الكاتبة يمنى عيد تحدثت في سيرتها الذاتية عن قصة هذه اللوحة في تصوير حرب بيروت عام 1982. طبعا كل دلالات هذه اللوحة من قتل، من تشريد من خلال الإسبان، يعني حرب الإسبان. قامت هذه الفنانة بأخذ دلالات هذه اللوحة ووظفتها داخل السيرة الذاتية، عبرت عن الألم والحزن وحرب بيروت كيف كانت، ومنظر الأشلاء كيف هم كانوا على الأرض والأرض والطرق وإلى آخره. يعني كل أسقاط هذه اللوحة اللي هي لوحة الحرب لبيكاسو، يعني نعم، على كل معاناة الإنسانية. نعم. بالذي نعم يتعرض لآثار ويكون أحد ضحايا الحرب. جميل. تقولين إن عنوان الكتاب الأدبي وغلافه يشكلان يعني دافعا لاقتنائه بما يحملان من دلالات جمالية. فإذا سلمنا بهذا الأمر أنه دائما العنوان والغلاف هو الساحب والمغري للقارئ والمتابع، كم من الأعمال الأدبية المميزة ظلمها العنوان ولوحة الغلاف؟ نعود إلى المكتبات، أصحاب دور النشر بداية عندما يأخذون عنوان كتاب معين أو هذا الكتاب لا يقومون بتوظيف الكتاب على شكل صحيح أو بتنسيق جماليات الكتاب لنقل. نعم. بشكل صحيح وألوان الكتاب أو الاهتمام به، لأن القارئ يريد أن ينظر إلى الكتاب من الخارج أولا من العنوان ما يحمله من مضامين لكي يستطيع أن يجذب القارئ نحوه، يعني لقراءة الكتاب. كثير أظن أن كثير من الأعمال انظلمت صدقا يعني في هذا المجال، وإن كان مثلا عالم معين أو كاتب معين أو ناقد معين كتب في مجال معين، لكن لم يستطع أن يهتم في كتابه على نحو صحيح. يعني عليه أن يبحث في دور نشر في أناس تهتم في تصميم الكتاب وتنسيقه، بما أنه وصل إلى مرحلة عالية جدا من الكتابة في مضمون، فيجب طيب عليه أن يتعب قليلا. من يتحمل مسؤولية هذا الأمر؟ دور النشر أم المؤلف؟ القارئ نفسه، لأنه يمكن أن لا يخطر على بالي. القارئ سيرى أمامه كتاب. نعم نعم. أما أن يغرى الكاتب بالعنوان والغلاف الكاتب أو أنه يمر مرور الكرام. نعم الكاتب. طيب الكاتب. طيب يفترض أنه دور النشر بشكل عام لديها مصمم ولديها نعم مدقق لغوي، وطبعا هذه المصمم هو مهمته أنه يصمم اللوحة الخارجية للغلاف. طيب يعني لماذا تقع المسؤولية على المؤلف؟ يعني يفترض المصمم يقرأ الكتاب ويستوحي لوحة الكتاب من خلال مضمون المؤلف،
يجب أن تقع المسؤولية الأولى على دار النشر. هناك سرعة نعم. لدى دور النشر أولا، ثانيا يهم دور النشر، بعض دور النشر يعني المال نعم، والكثير منها يهم يعني تهمها المال، لا تهمها أي شيء آخر. ما هو بإمكانه أن يكسب المال مع عمل، لكن أين الشخص الذي سيصل جيد ومتقن نعم. يعني أنا نشرت كتابي في دار دجلة وصدقا احتاج من شهر واحد إلى الآن نعم. في إخراج هذا الكتاب وفي اختيار هذا اللون واختيار اللون العنوان وحتى اللوحة. يعني بودي أنا أسألك أيضا عن لون الغلاف وأيضا لون الخط، هذا اللون نعم، يعني كيف تنسيق هذه الألوان؟ هل كان يعني هل كان لك رأي في هذا الأمر؟ نعم، أنا ترك إلى دار النشر. نعم، نعم أنا كان لدي تصور نعم. عن الغلاف في لونه ولون العنوان واختيار هذه الصورة، سجل أنا عربي أمامك يعني نعم. كما ترى أن هذه اللوحة تجسد مضمون الكتاب، سجل أنا عربي، الشعر والفن التشكيلي يتداخل كذلك اللوحة تصور الجانب الفلسطيني نعم. القضية الفلسطينية والتطريز، تطريز التراث الذي يرتبط في الأرض نعم. المرأة ترتبط في الأرض منذ القدم وإلى الآن، سجل أنا عربي والعربي دائما يرتبط في الأرض، إذن هناك رمزية ودلالة في لوحة الغلاف وهذا العنوان. اختيار للعنوان واللون هذا اللون الأصفر هو يجذب القارئ نعم. الألوان هذه تجذب القارئ واللون هذا مميز جميل نعم. حتى نهدي. داخل الكتاب أنا عندما قرأت الكتاب نعم. أنه يعني تم اختيار ألوان أيضا الكتابة للعناوين الرأسية باللون الأخضر نعم، وللهوامش باللون اللون الأحمر نعم. هذه الألوان، اختيار الألوان في متن الكتاب يعني بطلبك أنت أم يعني رأي المصمم؟ هو برأي المصمم أن الكتاب يريد أن يكون ملونا لكي يكون أكثر جاذبية نعم نعم، ولفت نظر، وأنا أحب الألوان نعم. طيب اختيار لون الأخضر والأحمر يعني هل هو انسجاما مع اللوحات التي طبعا في داخل هذا الكتاب أيضا هناك لوحات لأغلفة الكتب التي اخترتها من روايات إلى دواوين نعم. شعر، يعني هذين اللونين لونان الأخضر والأحمر، الاختيار أنه حتى تنسجم مع اللوحات التي في الداخل أم مزاج المؤلف والمصمم أنه وقع على اللون الأخضر والأحمر؟ طبعا يعني لا تصميم المؤلف، لكن اللون الأحمر نعم. دائما يلفت النظر أن هناك شيء مهم، والهوامش دائما باللون الأحمر تجذب القارئ نعم. اللون الأخضر هو خير، بشارة خير نعم. لكل عنوان يفتتح فيه هذا اللون نعم. جميل. بعض النقاد مقاد الفن التشكيلي يرى أن الصورة قادرة على أن تحمل إيحاء دلالية يعجز عنها الخطاب الأدبي المقروء أو المسموع نعم. أو يعجز عن إيصالها، ومنهم الناقد عمر عتيق الذي الفلسطيني الذي ذكر في كتابه القدس في صورة الكاريكاتير. إلى أي مدى يمكن أن تكون هذه الرؤية التي طرحها الكاتب عمر عتيق دقيقة؟ اسمح لي أن أقول لك بأن الدكتور عمر عتيق هو من أشرف على رسالة الماجستير حتى خرجت بهذه الصورة الجميلة. بالنسبة للصورة كما سألت، الصورة قد تكون قادرة على جذب الملايين على عكس الكلمات نعم. لأن الجيل اليوم وعصر الرقمنة هذا الذي يتطور بشكل سريع اتجاهه إلى أين؟ إلى الصورة نعم. الكلمات تكتب، لكن أنا كانشغالي أنا لا أحب القراءة الآن نعم. نعم أنا أريد شيء آخر، أريد صورة. الصورة اليوم قد تساوي 100 كلمة نعم. الصورة من خلال بعض الكلمات نعم. قد تكتب عليها مجلدا نعم أم لا. إذن الصورة تحمل دلالات ورمزيات جدا كبيرة، وهو أمر جدا مهم نعم. طيب ألا ترين أن هناك ظلما للمنتوج الأدبي سواء كان شعريا أو سرديا، يعني في هذه المقولة التي تبناها عمر عتيق أنه هناك ظلم لكثير من القصائد، كثير من الأعمال الروائية التي تبنت القضية، إذا تحدث عن القدس يعني، أو هي دعوة إلى أن نترك المنتوج الأدبي أو ما كتب أدبيا سواء كانت قصائد أو كانت روايات أو أعمال قصصية، أليس هناك
ظلم أو جور على هذا اللون من التعبير، ويعني وأطلقنا عليه في بعض الأعمال الأدب المقاومة. نعم. يعني فيه جور أظن على هذا اللون من الإبداع. يجب الاهتمام بشعر المقاومة. نعم. شعر المقاومة الفلسطينية، ولا أحد يستطيع دراسة هذا الموضوع. الأبحاث لدينا كثيرة جدا. نعم. لكن من الممكن أن تكون في الخارج قليلة جدا. لا أحد يلتفت إلى هذا الجانب، ونحن قضيتنا جدا مهمة. طيب، هل كل من رسم لوحة أو من رسم الكاريكاتير استطاع أن يصل إلى مستوى ما ذهب إليه عمر عتيق؟ لا، ليس كل الفنانين يستطيعون إيصال الفكرة المعينة المراد بها. نعم، ليس كل شيء يقع أمامي أنا يجب علي أن أدرسه أو أخذه في كتابي، لأنني أنا محاسبة. نعم. يعني يأخذنا هذا الموضوع أو عنوان كتاب عمر عتيق القدس. نعم. في صورة الكاريكاتير إلى رسام الكاريكاتير المعروف رحمة الله عليه ناجي العلي الذي اغتيل في عام 87 بأيدي الصهاينة، ربما إلى حد كبير أنه ممكن أن يكون مقتل ناجي العلي دعما لما ذهب إليه عمر عتيق، أنه الصورة أثرت كثيرا، أو أن الصهاينة رأوا أن ما يقدمه ناجي العلي ربما يعني يتفوق إلى حد ما على القصيدة أو العمل السردي الذي يتناول القضية الفلسطينية، ذلك لجعوا إلى اغتياله. ماذا ترين؟ اسمح لي أن أقول لك كلمة. نعم. بأن المنصات الإلكترونية اليوم أي شيء ينشر نحن محاسبون. نعم. لا أستطيع أن أعبر بكل أريحية سواء أكانت صورة أم كلمة. يعني من الممكن أن أشير إلى بعض الأشياء في صفحتي قد تغلق من قبل. نعم. هذا الاحتلال. نعم، ليس هناك حرية في التعبير. نعم، هناك كثير من الصفحات قد أغلقت بسبب ذلك. يعني هذا تحدثنا عن حرية التعبير. نعم. طبعا يعني هذه الإزدواجية وهذا هذا الكذب، طبعا هم يعني يتبنون، العالم الغربي يتبنى فكرة حرية التعبير وحرية الصحافة وحرية ما يكتب، لكن الحقيقة يعني تجسد الآن أمامنا أنه ليس هناك حرية وليس هناك احترام لما يطرح من هذا المبدأ. على العموم سنكمل بعد الفاصل، معذرة فاصل قصير ثم نعود، فابقوا معنا. أهلا بكم من جديد، ضيفتي لهذه الحلقة الكاتبة والفنانة التشكيلية الفلسطينية مريم المصري. أعود إليك أست مريم، تحدثنا وأنت طرحتي موضوعا مهما، وهو حرية الرأي، أنه أي شيء يطرح الآن على مواقع التواصل الاجتماعي يقيد أو قد يلغى حساب صاحب هذا الرأي الذي يطرحه. طبعا يعني صدعوا رؤوسنا بموضوع حرية الرأي العالم الغربي، فهنا تظهر ازدواجية المعايير ومقتل، كما قلت أنا في قبل الفاصل، مقتل ناجي العلي هذا خير دليل على أنه هذه الازدواجية، هو يعبر عن رأيه ويعبر عن رفضه لحالة احتلال. العالم كله يعترف أنه هذا احتلال صهيوني لفلسطين. اتفقنا أو اختلفنا أنه النصف الشمال لفلسطين هو فيما بعد اعتبروه وطن لليهود وسموه إسرائيل، نحن كعرب لا نقبل بهذا الأمر، هو احتلال بكل أحوال. حتى هذا الأمر أن نصف الآخر من فلسطين يجب أن تكون فلسطين وتكون دولة، حتى هذا الأمر لا يسمح به. عندما ينشر أي شيء يدعم القضية الفلسطينية يقيد الحساب تحت ذريعة أنه هذا تحريض على الحقد، وهذا ليس مناسب. نعم. هذا المنشور ليس مناسب، يعتبروه أنه مضمن الأخلاقية الإنسانية. نعم. وهو على العكس. يعني أكبر دليل على ذلك الصحفية شيرين أبو عقلة التي تنقل كانت جرائم الاحتلال. نعم. وتم قتلها بدم بارد في جنين، في مخيم جنين. وكثير من الفنانين والأطفال أصبحت هذه الامرأة رمزا للجميع. نعم. يوظفها في أثناء الرسم، وأنا لدي بحثين كتبتهم وقدمتهم
المؤتمرات وتناولت الحديث عن شيرين أبو عقلة وكيف هي رمز أصبحت في نقل الصورة، صورة الحقيقة. نعم. والتي يقوم الجميع بتصوير الحقيقة، حقيقة هذا الاحتلال أمام العالم. نعم، كان أجل علي تماما. الساحة مليئة حقيقة، والتاريخ، تاريخ الصراع العربي الصهيوني مليء بهذه المواجهة. عندما نستذكر كثير ممن قتلوا في المواجهة، الشاعر عبد الرحيم محمود، الكاتب الكبير غسان كنفاني قتل في بيروت، عبد الرحيم محمود قتل في مواجهة يعني نهاية الأربعينات من القرن الماضي، وغسان كنفاني قتل في بيروت، اغتالوا في بيروت، الكاتب الروائي المعروف الذي تبنى أيضا قضية، الشاعر كمال ناصر أيضا قتل بغارة إسرائيلية على بيروت عام 73، غسان كنفاني عام 72 قتل، كمال ناصر وكمال عدوان محمد يوسف النجار قتلوا في غارة إسرائيلية عام 73 في بيروت، وطبعا الصراع الدامي مستمر. جميل، حضرتك اخترتي في هذه هذا الكتاب نماذج من أدب المقاومة وأيضا الفن التشكيلي المقاوم. من الأعمال الأدبية التي اخترتها لتأكيد فكرة العنوان اللافت، رواية كافر سبت للروائي الفلسطيني عارف الحسيني، فلقد وضع القارئ يعني في حيرة. كافر اسم فاعل من الفعل كفر. نعم. لكن سبت، إضافة كافر إلى سبت، هنا يقول مثلا يقع في حيرة المتلقي، لماذا السبت بقية الأيام إذا كان، لماذا ارتباط الكفر في السبت مثلا؟ فبودي توضيح هذه الفكرة، أنه لا شك أنه الكاتب لما قال كافر سبت أثار فضول المتلقي، إذا كان كافر فهو أكيد كل الأيام، لماذا السبت؟ فكان موفقا برأيي في اختيار العنوان المثير للدهشة وحيرة المتلقي. فراح يقول لك طيب وبقية الأيام، بدي أن نسمع منك رأيك. طبعا لو اقتصر على كلمة كافر لكان العنوان عنوان ناقصا. نعم. ولكانت الرواية تشير إلى كل شخص ترك الإسلام وكان مشركا بالله سبحانه وتعالى، لكن اختياره ليوم السبت هنا. نعم. تحديد العنوان بالذات، أولا الكاتب عارف الحسيني هو فلسطيني. نعم. كتب هذه الرواية، مضمون الرواية تحدث فيها عن الشخص اليهودي الذي يقوم بجميع الأعمال في كل الأسبوع ما عدا يوم السبت وهو يوم عطلة عند. نعم. اليهود. نعم. يقوم بجميع الأعمال، يقوم بالتعبد في هذا اليوم، يخصصه لله سبحانه لله، يعني للتعبد للآلهة. يأتي إلى شخص معين ويقوم باستضافته في بيته ليقوم عنه بالأعمال، لأن اليهودي لا يستطيع أن يقوم بهذه الأعمال. نعم. لأنه يعتبرها كفرا. فهذا الشخص يقوم من بداية النهار إلى آخر النهار في القيام بالأعمال، ويقوم بإعطائه المال بعد ذلك. فجاء اختيار العنوان من هذا الجانب ومن هذه الناحية، هو متعلق في اليهود حتى. نعم. يصور اليهود ماذا يفعلون، والرواية جميعها تتحدث عن انتفاضة الأقصى وحرب 48 وحرب 67 وكيف قام الاحتلال باحتلال القدس ومعاناة الشعب الفلسطيني في القدس والتوجه إلى العمل، وكيف أيضا كذلك أن الشعب الفلسطيني يعاني من اختيار العمل وفي توفير لقمة العيش الكريمة له وللعائلة. نعم. هذا الشخص الذي يتم اختياره. نعم. للقيام بالخدمات لليهود يوم السبت. نعم. من أين؟ من المسلمين، من النصارى، من أي دين؟ هو من المسلمين، ليس. نعم. من النصارى والمسلمين، لأن اليهودي هنا لديه مصلحة، يعني. نعم. أن يأتي هذا الشخص ويعطيه مال. ونحن كما تعلم شعب ماذا؟ نعم. شعب فقير يحتاج إلى المال. نعم. أصبح كل اعتمادنا على هذه الدولة. إذن يوم السبت يعني يقدمون اليهود إلى تكليف شخص. نعم. آخر من ديانة أخرى سواء كان مسلم أو. نعم. أو نصراني من أبناء فلسطين للقيام بهذه الخدمات. القيام بهذه الخدمات، أنا أتحدث من منظور عقائدي، هم أي عمل يوم السبت محرم. نعم. في عقائد في شريعة شريعة اليهود، حتى التعامل إعطاء أجر وإلى آخره أيضا هذا يدخل ضمن هذا المحرم. لكن يعني ألا ترى إنه هذا التحايل على الدين؟ بنظرهم؟ نعم بنظرهم، بنظرنا. لا حتى بنظرنا،
يعني هو تحايل على الدين. هم في دينهم انه محرم عليهم اي عمل يوم السبت. هو تحايل على الدين. نعم تحايل على الدين لانني نعم. انا ماذا انا هكذا اؤمن بعقيده اليهود طالما انا اساندهم. هل اراد الكاتب ان يظهر هذا التحايل لليهود على الدين وعلى القيم والمعايير؟ هو اراد ان يظهر الاحتلال. نعم. كيف يوفر سبل الصعوبه امام هذا الفلسطيني الشخص الفلسطيني سواء من سب وشتم والى اخره. نعم. لان في الروايه تعرض الكاتب كيف يقوم هذا اليهودي وهؤلاء الشعب بشتم الفلسطينيين. هذه كانت فكرة الكاتب في كتابة هذه الرواية أن يصور جانب المعاناة الفلسطينية. جميل. هناك عمل روائي آخر اخترته. نعم. أنت في هذا الشأن وهو رواية لا يهزمني سواي. نعم. للكاتبة الفلسطينية رولا خالد، وأنت بصدد الحديث عن العنوان والغلاف اللافت، ولا شك أن العنوان حقيقة مثير، ولكن ما لفت انتباهي أكثر هو تشابك الألوان الغلاف الأحمر والأصفر والأخضر والبنفسجي في هذه اللوحة. أنا ودي أن نفهم ماذا أراد أو أرادت الكاتبة في تشابك هذه الألوان، وأكيد مؤكد أنها اتفقت مع المصمم مع نعم جمال بدوي رسام اللوحة بأن تكون أكيد للمؤلف يجب أن يكون له رأي. أو نتحدث عن أيضا الرسام أو راسم اللوحة مؤكد انه استوحى اللوحه من مضمون الكتاب. هذا التشابك للالوان بماذا نفسره؟ لا يهزمني سواي. نعم. ولوحه الغلاف للفنان جمال بدوان. عندما انظر الى هذه اللوحه اشعر بصراع. هناك صراع في تداخل الالوان اخضر احمر بنفسجي، لكن لماذا اختار رمز مثلا المراه والرجل؟ نعم. في مضمون الروايه هناك صراع بين الطرفين من الناحية الاجتماعية بين الرجل والمرأة في تقييد الرجل لحرية التعليم وأن تصل الفتاة إلى هدفها يعني. نعم. هناك شيء آخر أيضا، الصراع مع المحتل الصهيوني، وقد صورت الكاتبة ذلك في روايتها عندما تحدثت عن المستوطنات. نعم. وطريقة الوصول وطريق الوصول إلى مدينة ومدينة أخرى كنابلس وطول كرم، وكيف يوجد حواجز، وأن عندما أصل إلى مسافة أحتاج إلى ساعات طويلة لأصل إلى مناطق أخرى بسبب هذه العرقلة. لذلك ألوان اللوحة تجدها فيها صراع جدا 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 كبير وعالي، والألوان كل لون، إذا أردت أن أحلل الألوان كل لون لديه رمزية ودلالة معينة. على سبيل المثال اللون البنفسجي. نعم. يدل دائما على الضمور والتعب والألم والمرض. اللون الأصفر من الممكن أن يدل على أمل، ومن الممكن أن يدل على معاناة. اللون الأخضر يدل على بصيص من الأمل. اللون الأزرق كذلك يدل على بصيص من الأمل. كل ذلك الروائية حرصت على توظيفها في داخل عملها الأدبي. جميل. إذن المصمم كان موفقا في نعم. إخراج هذا الاحتدام وهذه المعاناة وعكس المشهد الفلسطيني اليومي تحت الاحتلال الصهيوني. جميل. تناولتي أيضا موضوع التعلق أو التعالق بين القصيدة واللوحة، فاخترت لوحة الفنان الفلسطيني رائد القطناني وهو يستوحي لوحته من قصيدة كلمات الوطن للشاعر الفلسطيني توفيق زياد. إلى أي مدى يمكن أن نقول أن لوحة الفنان رائد القطناني قراءة تأويلية عميقة لإيحاءات قصيدة توفيق زياد؟ طبعا الفنان هذا عظيم جدا، ولا شك أنه يشبه نادي ناجي العلي في تصويره لقضيته الفلسطينية. طبعا هو من فلسطين. نعم. أصوله فلسطينية من يافا. لديه رمزيات جدا مهمة في لوحاته، سواء أكانت هذه اللوحة أو لوحات عدة درستها في داخل عملي هذا. جسد القضية الفلسطينية سواء كانت القدس، الامرأة الفلسطينية، الأرض، الزيتون، جميع دلالات القصيدة أخذها وأين وظفها في داخل لوحته. طبعا هو موفق جدا. نعم. وليس
ولا أقلل من أهمية لوحاته، على العكس هي لوحات جدا مهمة، ولا أظن أن هناك فنان آخر يستطيع أن يرسم كما رسم رائد قطناني، واستطاع أن يعمل على إيصال رسالته إلى جميع العالم. وجميع لوحاته جدا مشهورة. من مدة طلعت على صفحته كانت اللوحات موظفة على البريد لديكم، وتفاجأت. نعم هو يستحق. هو ضيف عندنا أكثر من مرة استضفته في برنامجي، وطبعا فنان تشكيلي، هو رائد ورائد في الفن التشكيلي. نعم. حقيقة، وبارع ورجل يعني معلم لكثير من المواهب في هذا المجال. وأيضا يعني ما يجب أن نذكره في برنامجنا أنه هو متمسك بالقضية الفلسطينية، أنه استخدم اللوحة لمواجهة الاحتلال الصهيوني. ففي الغالب لوحاته دائما القدس، فلسطين، المقاومة، الرفض، التراث الفلسطيني حاضر في لوحاته. وجميل أنه هو يعني أو أنك اخترتي الجميل أنك اخترتي هذه اللوحة التي يعني استوحاها من كلمات الوطن للشاعر توفيق زياد. تحدث عن جانب آخر من إبداعك. نحن قلنا أنه من يكتب هذا العنوان أو يقدم هذا العنوان يجب أن يكون لديه إلمام في الفن التشكيلي وأيضا في العمل السردي. أنت أيضا ترسمين، وأنا طلعت على تجربتك في الرسم، لكن لفت انتباهي أنه أغلب الرسومات التي قمت بها هي رسومات للأطفال. بدي أن نفهم لماذا فقط خصصت هذه الفئة في الفن التشكيلي. أنا أولا أحب الكرتون جدا. نعم. من طفولتي وإلى الآن أتابع وأحضر أرسم بشكل كبير. نعم. وبدايتي في الرسم كانت عندما مسكت طبشورة وحاولت أن أقلد رسم سمكة ورسم دب وهكذا. لماذا اختياري لجانب الكرتون؟ اندمجت مع الأطفال بشكل جدا ملفت، ولاحظت أن نقطة الالتقاء بيني وبين الطفل الألوان. نعم. والرسومات الكرتون. لماذا اختياري لرسمات الكرتون وهذه اللوحات؟ عندما أصل إلى عقل الطفل، عندما أرسم له كرتونا معينا وأوظف جميع ما تعلمه في المدرسة. نعم. في لوحة كهذه اللوحة، ومن خلال ألواني، وأنت رأيت ألواني وكيف هي جاذبة للنظر، وأنا أستخدم ألوان خشب، مواد جدا بسيطة حتى تصل فكرتي إلى هذا الطفل. الطفل عندما يعود إلى المنزل وإلى البيت يقول لأمه جاء الكرتون المعين وعلمني الجانب المعين، ومسألة الرياضيات أو مسألة اللغة العربية والعلوم. نعم. أي مسألة أو أي مجال يتعلمه في المدرسة. فأنظر إلى إيصال الفكرة بسرعة إلى الطالب، وهنا فائدة جدا كبيرة. أنا هنا اكتسبت الطالب، أنني أعلمه في الجانب التربية والتعليم والجانب العلمي، ولا يذهب. إذن أنت استخدمت هذه الرسومات إلى الإنترنت لجانب تربوي تعليمي. نعم، تربوي. نعم. تعليمي، ولم يذهب إلى اليوتيوب. نعم. ليضيع وقته هكذا. وهذا هدف في رأسي، أن أصل إلى هذه النقطة. هل بالإمكان السيطرة على الطفل بحيث يعني نسحبه من أن يروح على أن يذهب إلى المواقع اليوتيوب، أن يكتفي بما يقدمه له المعلم؟ إذا كان المعلم ناجحا، نعم. نعم. نعم، إذا استطاع المعلم أن يصل إلى قلب الطفل، نعم، بكل سهولة. أنا يعني لدي تجربتين. هناك أطفال تعلقوا بي جدا من خلال الرسومات إلى الآن. نعم. يقومون بالرسم ويتذكروني دائما وعلى تواصل معهم. هل طلبت منهم أن يكتفوا بما تقدميه لهم فقط؟ لا. دون الذهاب إلى لا أنا أشجعهم دائما، أشجعهم. نعم. واليوتيوب مدرسة من ناحية الفائدة فقط. نعم. لا أستخدمه من ناحية سلبية، والأهل يجب أن يكون لهم هنا لهم دور. نعم. في ذلك إذن الأهل والمعلم. نعم. تضافر وتعاون اكتمال. جميل. الحلقة. شكرا لك الكاتبة والفنانة التشكيلية الفلسطينية مريم المصري على هذا الحوار الشيق والممتع. شكرا لك. كل الشكر. أعزائي المشاهدين، أشكر لكم حسن المتابعة، حتى ألتقيكم في فضاءات أخرى. أستودعكم الله، السلام عليكم.